كل واحد منا نحن البشر له واقع، يولد بهذا الواقع. عندما يأتي إلى هذه الحياة الدنيا له واقع معين. الله سبحانه وتعالى يعبر عن هذا الواقع بقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل مولود يولد على الفطرة. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: صبغة الله. البشر يولد ملونا بصبغة الله. بمرور الأيام كلما كبر البشر تضاف إلى هذا الواقع قشور، هذه القشور تغلف ذلك الواقع. ما هي هذه القشور؟ هذه القشور المال، الجاه، المنصب، العلاقات الاجتماعية وما أشبه ذلك. الإنسان عندما تضاف إلى واقعه هذه القشور لا ينظر إلى القضايا من خلال واقعه، لا ينظر إلى الأمور من خلال صبغة الله التي صبغ الله الناس عليها، وإنما ينظر من خلال هذه القشور. عندما يتعامل مع شخص آخر لا يتعامل تعامل بشر مع بشر، وإنما يلاحظ الجاه من خلال زاوية الجاه يتعامل مع ذلك البشر، من خلال هذا المنصب يتعامل مع ذلك الفقير. هذا غطاء يؤطر نظرته إلى الأمور. هذه الأغطية، هذه الحجب متى تنتهي؟ متى يتوجه الإنسان توجها حقيقيا بواقعه إلى الله؟ إذا ركبوا في الفلك، ركب في البحر، الأمواج تتلاطم، ماكو هنالك أمل، ماكو هنالك شيء تأمل فيه بالنجاة. الله تعالى يعبر: ظل، لاحظ التعبير الدقيق، ظل من تدعون إلا إياه. بعد في تلك الحالة، في تلك اللحظات، هذه الأغشية بعد ماكو. المال لا تتوجه إليه، العلاقات الاجتماعية ما تتوجه إليها، كلها تظل، كلها تضيع، ظل من تدعون إلا إياه. الإنسان يتعلق قلبه بتلك القدرة المطلقة التي تهيمن على هذا الكون كله. ذلك الرجل الملحد الذي بنى كيانه على إنكار الله كان في الطائرة، وإذا بالطائرة تتعرض للخطر، شايفين أو ما شايفين؟ أنا شفت هذا الشيء في منى في عام الحريق، عندما اشتعلت خيام منى بالحريق. هناك بعد منو أكو؟ أبوك أكو، أمك أكو، أموالك أكو، الكرسي اللي تقعد عليه أكو، كلها تذهب. وإذا بالناس كلهم يصعدون فوق الجبال،
يفرون بين الخيام وقلوبهم هنالك، ظل من تدعون إلا إياه. الطائرة على وشك السقوط، وإذا بذلك الرجل الملحد ينسلخ من هذه القشور، يرمي هذه القشور، يتوجه إلى تلك القدرة المطلقة ويقول بلا اختيار: يا الله. هذا هو التوجه الاضطراري، هذا هو تعلق القلب وعودة القلب إلى حالته الأولية.